لشخص مهدي نفطي، وأنا لا أدري لماذا تخلصوا من مهدي النفطي، ولماذا تم الاستغناء عنه، ولماذا تم جلبه من الاساس اذا كان ما تعديش مع فوز البنزرتي. ايش دخل كورو انت فما انت انت جبت مدرب عملت معاه عقد على اساس قيمته قبل على اساس اللي هو باش ينجم يعطي الاضافه للمنتخب، شنو ايش معناته علاش جبته انت من الاساس يا اخي؟ انت ما شاورتش فوز البنزرتي. انا في تقديري السيد فوزي البنزرتي يظهر لي قعد مع مهدي النفطي قبل وتفاهموا على اساس باش يخدموا مع بعضهم. ما نعرفش شنو صار من بعد، علاش المدرب فوزي البنزرتي بدل رايه في تصريح قال اللي هو مهدي النفطي كاركتيره صعيب وما يتمشاش معانا. اخي المدرب قيس اليعقوبي، بلكش قيس اليعقوبي كاركتيره ماهوش صعيب، حتى قيس معناتها مدرب حازم وكل شيء وعنده حال قدره حتى على انه يدرب المنتخب الوطني لوحده. بصراحه ما صار هو نوع من العبث يلخص الوضع التي آلت إليه الجامعة التونسية لكرة القدم تقريبا منذ سجن سيد وديع الجري. يعني بصراحة شيء عيب أنه يقع التصرف مع مهدي النفطي بهذه الطريقة. والمؤسف شنو يا إسلام؟ المؤسف ولا استوديو تحليلي تحدث عن مهدي النفطي، ولا إعلامي ندد بما حصل لمهدي النفطي، ولا حتى الفيسبوك قال راهو اللي صار مع مهدي النفطي ما يجيش وعيب وما يلقش بملاعبي، معناتها تقريبا ما بخلش حتى بحبة عرق من اجل الذود على أحمد الراي الوطني. احمد في اعتقادي ما شتفني ولا انه اللي صحح مهدي النفطي وفوز البنزرتي عقود فيها برشا اخلالات، واللي هو المكتب الجامعي اللي كان فيه وصف جليل، كي يحط انت زوز مدربين ما تحطش تكون المساعد وشكون المدرب الاول، لهنا هذه الاشكال. لا تلوم على فوزي ولا تلوم على مهدي زاد. لا لا يا اسلام، راهي فما استمراريه نتاع الدوله. شنو الجامعه قبل تجي تصح كونترا تجي من بعد يلغي؟ لا فما استمراريه نتاع الدوله. هذا كونترا في اخلالات، شنو تحط زوج مدربين انت؟ ما هو حدد لي شكون الاول وشكون المساعد. مدرب وطني مهدي النفطي مدرب وطني. هاو فهم روحه هو مدرب اول. اي مدرب. هاو مش واضح. شنو الكلام هذا؟ مش واضح. ولا هو مدرب وطني، هاو ناخب وطني. ما هو كيما نعرفوا الناس الكل فهم مدرب اول فهم مساعد فهم مساعد ثاني. هنا هو يا اسلام كان على المدرب فوزي البنزرتي أن يرفض أنه يعمل مع مهدي النفطي من الأول، وقال مآرا وشرط عليهم أنا أخوي نختار مساعدي، إذا كان عماد بن يونس ما مشاش معايا أنا اختار قيس اليعقوبي من الأول، علاش أنت تخلي حتى نجيبه من مهدي النفطي ويتعاقدوا معك؟ لقيت العقد نتاعو 3 سنوات، أنت بعدين درت في الحياسة ما يجيش. هذا لا يليق يعني بجماعة كرة قدم، وهذا اللي يحصل في المنتخب واللي قاعد يصير هو نوع من العبث بصراحة ما يجيش. كيفاش تو احنا في عام 2025 ولا 2024 ولا نعرف شنو يصير هذا في المنتخب؟ ما يجيش راه. سيدي ذا خليني اخذ انت رايك في الموضوع هذا، اللي عندك شويه فكره على الموضوع هذا. انا اللي نعرف وجو سوي سور اي سيرتان هو انه الكونترا نتاع مهدي النفطي اونترينور دو ليكيب ناسيونال سينيور. هذه دو سورس اوفيسيال نعطيها لك. وفوز البنزرتي اونترينور دو ليكيب ناسيونال سينيور. هنا الخفاق، هنا المشكله. كما تفضلت انت اسلام وقلت شكون اللي عمل الكونترا المهدي النفطي وحطه هو اونترينور ناسيونال مش ادجوان اونترينور ناسيونال، وبعداش شكون اللي عمل الكونترا فوزي البنزرتي اونترينور ناسيونال؟ با صار الاتفاق فوزي البنزرتي اونترينور، هنا الاونترينور يختار هو الادجوان، ما تجمش انت تفرض عليا فلان ولا فلتان. الاونترينور اونترينور نتاع الجمعيه هو يختار، ما تجيبلوش انت اللي تحب عليه، هو يتفاهم مع الماتر بودابوس، ما نفهمش مع مروان. انت تفرض عليا مروان الجوا نتاعي انا مش معقوله، فانا ما نجمش نتفاهم معاه بكل احترامي ليه نتفاهم مع بودابوس. هنا المشكله اللي صارت، مهدي النفطي ما قبلش باش يكون الجوا مع فوزي البنزرتي ومن حقه، لانه هو اش قال لك؟ قال لك تفضل انا كون اونترينور ليكيب ناسيونال سينيور. الغلطة في اللي صححها وما فهموش. صحيح، هنا هاي الغلطة متاع فوزي البنزرتي. بالضبط. أنا حر. أي. نجيب قيس اليعقوبي، نجيب اللي نحب أنا. بس أنت ما تجبرش عليا باش ناخذ معايا أنا النفطي. حتى لمصلحة المنتخب. صحيح. على الجو متاع المنتخب. يرحم والديك. هنا ما تنجمش. معناتها أنا نختار الجو متاعي. هنا مهدي النفطي افيك تو مي ريسبي، ما كان هالمشاكل هذيا يجي نهار تاخذها ليكيب ناسيونال يا خويا ماجي. ما ندخلوش في بوليميك مش باهي. هو ما جاش قال لهم حطوني بالسيف المنتخب الوطني، هو بيعيطوا له. ماهوش ماهيش غلطة مهدي النفطي، كان اختيار الجامعة التونسية لكرة القدم. أنا سيد فوزي البنزرتي لم يكن خيار للمكتب الجامعي. يا أحمد صالحي، يا أحمد صالحي من فضلك يا عايشك تبعني وفهمني. أنا نقول لك تو الكلام اللي ما فيش فايدة ما يلزموش يصير مشاكل. علاش أنت تتعامل معايا بالطريقة هذيك وتحبني نسكت أنا؟
ما نمشيش نشكي الراجل مرمدو نشكي تاخذ فلوسك هكاو تقوم على فوزي بنزرتي انت. انا بالعكس احترمته مهدي النفطي خرج على اطراف الاصابع ما عمل حتى رد فعل وما عمل حتى تصريح توا توا اما محاميه تكلم توا خلينا نتكلموا بالمنطق اشكون انت نود ديكيب ناسيونال مش فوزي جاي انت تجبرني ناخذ مهدي النفطي علاش تقبل من الاول وتجلس معايا وتتعشى معايا وتتفاهموا بعد تقول لا ما قبل اقبل شكون سيد فوزي البنزرتي عمل جلسه مع مهدي النفطي وقبل انه يكون يخدموا مع بعضهم بعد شنو صار وخلى فوزي البنزرتي يبدل رايه هذه مساله اخرى. مهدي النفطي عنده كونترا نتاعو انترينور ناسيونال ماهوش ادجوان. مختار خلينا نجيك لك انت. منذ قليل كنت في اتصال هاتفي مع عبد الله القلالي محامي نتاع مهدي النفطي الحق حبيته يتدخل معنا لكن طلب انه خذوا سياسه ما يدخلوش يعملوش مداخلات في الاعلام لكنه اكد لي انه تم اقتراح على مهدي النفطي انه ياخذ مدرب للمنتخب نتاع الشان المحلي يشارك في الشان عكس ما قيل مهدي ما رفضش قبل بالعكس وحب يدرب منتخب الشان لكن كيف كيف تدخلوا له في المهام نتاعو زاده حبوا هما يعينوا المساعدين رغم اللي معناتها مع فوز البنزرتي معناها صار الاشكال على هذا على تعيين المساعدين مهدي النفطي ما قبلش معناها الحكايه هذه. اقول لي خلينا نعطيك من الناحيه القانونيه توا بالنسبه لي انا شو وقت اللي تقول لي دو كونترا كل واحد فيه اللي هو مدرب المنتخب الوطني معناها مهدي النفطي كيفاش يجي مع احترامي ليه باش يلقى في اللونترينمون فوزي البنزرتي باش يكون فوزي البنزرتي المساعد نتاعو يعني خلينا نكونوا واضحين فوزي البنزرتي اسم كبير هو موجود حاليا انا اللي ريتو اللي كونوا حاليا مصلحه المنتخب قبل كل شيء خلينا بالواقع زوز ماتشوات زوز ربح المنتخب ستابل في الظروف هذية ما فهمش فلوس ونشوفوا ظروف الجامعه عندنا سي بوان معنا فوزي البنزرتي له الحق وكان على حق في اختيار قيس ولا غيره معناها لم المجموعه وخدم وشفنا الظروف اللي خدم فيها المنتخب انا وقت اللي رأى تصريح ولا رأى بيان للرأي العام رأوا هذايا بداية التشكي عبد رأوا بداية باش يشكي بالجامعة وقت اللي في البيان نتاعك تقول انت انا سألته توا سألته السؤال هذايا قلت له فما باش تمشيو في اجراءات قانونية شكاية للفيفا وهذا قال لي الحق ما نحبوش نجاوبوا على النقطة هذه توا لا انا نكد يبدو لي مازال ما خذاوش ديسيزيون كان ينجم مهدي النفطي في ستاتيو يعمل ستاتيو في الفيسبوك نتاعو ويكتب اللي يحب عليه اذا كان كلف محامي رأوا الاجراءات اللي من بعدها باش تكون انا حسب تقديري ديما نقول تقدير اذا كان دخل في اللعبه راه محامي راه من بعد فما التشكي هذا اول حاجه يقول راني اعطيت الكره قدم التونسيه كان تشوف تونس شعطاتك يا ماتي كان تشوف تونس كيفاش ردتك في النيفو هذا ونحن مانيش ناكنين انت كنت ليدر في ليكيب ناسيونال زياده تونس عندها انا حسب رايي كما قال سي رضا ليكيب ناسيونال مش هارب عليك سي ماتي فوزي البنزرتي راهو باش يعدي المده نتاعو ويمشي على روحه، لكن وين الغلطه اللي حط عملها كان يا مهدي تشكي مختلف حقه لا انا قلت لك انا ما فهمتش انا فسرت مو نحن دخلنا في شعطيت للكوره وشعطاتك الكوره انا بالنسبه لي انا ما فقدت شيء مهدي النفطي ايش معناها حق حقه معناها رينا ومشي هو زاد حقه كي ياخذ مليار توا وما ريناش نهار اسمعني خليني احكي معاك حقه نقول لك مثلا نقول لك في بيريود هذاك جاوني دي زوفر انا رفضتهم خاطرني ملتزم مع المنتخب التونسي وشرف لي ولي حقه انا بيدي ما نرفض تولي زوفر مع المنتخب ماهيش نحكي على شرف ولا نحكي على فلوس توا حقه ولا مش حقه فسرت لك انا هذا حق وما نش قاعدين نحكي وانا قلت لك راه اذا كان دخل محامي وعمل بيان راي عام لزميلي المحترم راه صحيح راه باش تبدا اجراءات التشكي وهنا راه هنا عاد شنو ردة فعل تو مثلا تصور مهدي النفطي يربح الجامعه ورغم انه الجامعه راهي بروبوزيت عليه الشان ومن بعد تنجم تقول له راه الجامعه تقول له راني انا كونترا انت راك تسمى موظف عندي انا نحطك في البوست اللي انا مختار ما كنتش تسمع فيا هذا اللي كنت نحكي معك قلت لك ما رفضش الشان قلت لك قبل باش يدرب منتخب الشان لكن حابوا يحطوا له زاد مساعدين هذه الفيفا ما تدخلش فيها الفيفا اذا كان الجامعه بعثت له باش تقول له هاو البوست الجديد نتاعك وانت رفضت المساعدين زادة تنجم الفيفا تقول لك خويا انت الجامعه تنجم تحط مساعدين ما تدخلش في الواقع انا اعطيتك بوست جديد خويا انت تخدم عندي سامحني في الكلمه كنت تخدم كونتابلي قلت لك لا خويا ما عادش تخدم برمشي ليفري لي تقول لي ودي انا خاري كيفاش الليفري ترفض هذيا ريتها انا بوان تحب تستعملها الجامعه كان مهدي النفطي مشى للفيفا هذه حاجه الاولى مهدي النفطي مشى للفيفا والجامعه النقطه هذه اللي باش تمسك بها
ما كان عندها حتى تأثير في ملف القضية. مهدي نفي باش تصير له تعويضات وباش ينفذ على الجامعة في الظروف نتاع الجامعة ما فماش فلوس، ومن بعد ماشي طالب مهدي النفط يضر لي أي مكتب جامعي باش يجي من بعد باش يكون في الاستروج مهدي النفط. أنا رأيي نقطة قانونية، فما شكون يقول لك الكونترا ماهوش فاليدي من الوزارة، هذا تمشي به الفيفا ولا ما يهمهاش؟ لا ما يهمهاش الفيفا، فما كونترا مصحح من زوز أطراف. الوزارة ديجا ما عندها حتى دخل كشأن داخلي، في شأن داخلي باش قوانين داخلية تقول لك لازم يكون فاليدي من الوزارة. لا فما يهمهاش. لا ما يهمهاش. واضح. حبي تقول سيدي مهدي نفسي بشيخ مهدي نفطي بشيخ الشان يا اخي، من حقه الانترنور كنا نحكيو فيها باش يجيب لها الجوه نتاعو. بالضبط. علاش 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 في الجامعه تحط في العصافير العاجله؟ صحيح. علاش توصل الجامعه تعملك؟ انا من هذه الجامعه حابه تعمل تلعب جوكر. كان مهدي النفطي مشى للفيفا باش تبعث ميل للفيفا تقول انا بروبوزين عليه، وتنجم جد الجامعه يكون عندها هو قبل البروبوزيون نتاعك. اي زاد قبلت الشان انا، وتقول له الفيفا علاش رفض؟ باش يقول لا راهو فرضوا عليا ديزادجوان. الفيفا ما تدخلش انا، تقول له شمني فيه كان قبل هذا ديما حاسب محاميه اللي كنت في اتصال هاتفي. لا نحكيو بالمنطق يا سلام، نحكيو بالمنطق. انت بار اكزومبل توا عندك انت انا مدير نتاع البلاتو هذا، تنجم يفرض عليك واحد ما تفهمش معاه. صحيح. حتى جام شيء مش من حقك حتى الجو نتاع الدوميوس يولي مكهرب. يا سير كيفاش انا يعني كأنك انت تجيني تختار لي انت المرأة اللي نعرس بها؟ انت باش تختار لي؟ لا انا نختار، انت ايش دخلك؟ باهي خلينا نسمع رايك مروان. لا صبر اسلام، كي نسمع كي سيكيو سوير نقول لك انا الجامعه ما عندها حتى دخل في باش يجيب لنا الجوان، خاطر كي نسمع انا فوز البنزرتي كي تعين مدرب المنتخب يظل يفرض عليهم يجيب عماد بن يونس. واللي كانوا اتصلوا بعماد معناتها وافقوا براي فوز البنزرتي. وعماد بن يونس حاجه باهي اللي عجبني بون، اللي هو عنده طموح اخرى. انا ضد المدرب عنده طموح يحب يوصل اليوم يلقى روحه ادجوان، غلط. انا نرى اللي ادجوان الكل يبداو صغار يحبوا يتعلموا من الانترونيرات كبار، كما صارت قبل مع رجيل امير مع نبيل معلول. كيفاش نبيل معناتها خذا برشا حاجات من رجيل امير، ما يتبقى نقول لك انا فوزي البنزرتي ما يتدخل فيه حتى حب على عماد بن يونس، رفض مشى نادي البنزرتي من حقه يحب ديما يقعد كبريمير اونترونور. ممكن مهدي النفطي ما فسرولوش شنو هو بالضبط في المنتخب، خاطر حتى حد لا يتمنى ما يجيش المنتخب. ما يتبقى كما قلت لك مهدي حب يكون هو المدرب الاول، مع فوزي البنزرتي ما تنجمش يكون مدرب اول. انا نقول لك معناتها من منبري الخاص كان فوزي بنزرتي حتى حد لا يحب يدخل فيه في خدمته. انت خدمت معاه مروان، ظهر لي اللي نعرف وانا ما نعرفش انت قولي صحيح ولا غلط، حتى المساعد اللي يخدم معاه فوزي يعطيه كل شيء، ظهر لي يقعد هو يشابوتي ولا لا؟ مش صحيح. لا بالعكس، معناتها لا فما خدمه يخدمها ويبدا هو في لونترينمون، معناتها في لونترينمون مثلا نحس المساعد يعطيه مثلا رضا جدي ظهر لي معاه، رضا جدي وعماد بن يونس قال يعطيه معناها كانه هو بريمير اونترونير، هو يقعد يشافوتي يساعدني. ايش قلت لك؟ انا قلت لك يا سليم انا ممكن انا حسب معرفتي فوزي مساعد مدرب. مساعد مدرب. ما اليوم فما اسمعني يا سي رضا، فما مدربين اليوم عندهم طموح يحب يقول لك انا نقعد ديما كبريمير اونترونور، ما يحبش يخدم خدمه الجوار. توجور لو بريمير اونترونور. واحنا ان شاء الله. هذا ما يتبدلش. قيس اليعقوبي مثلا كارير زاد كمان، ورينا زاد تو وريناه على التوش ولا معناها مش قاعد ياخذ في كونسيل مع فوزي، قاعد يكلم في الجوارات وحدهم وقاعد يعطي رينا زاد قيس. اسمعني ما تنجمش اسمعني. وهذه زاد تجربه من قيس اليعقوبي يحب يجرب الكيب ناسيونال. اي مختار اي معناتها هم خاطر قال ما يحبش يكون كذا، لكن قيس هو ماهوش مساعد لاي واحد، هو مساعد ممكن نقولوا احسن مدرب في تاريخ كره القدم التونسيه، وهو زاد قيس اليعقوبي زاد. هو قيس اليعقوبي قبل هو كاريرو ماهوش فوز البنزرتي زاد. لا مش فوز البنزرتي، لكن هو قيس اليعقوبي زاد. مروان انا قلت لك باحترامي لقيس اليعقوبي، كل واحد كيفاش يخمم كما قلت انت حاب يشد ليكيب ناسيونال، اما راهو عندي انا الحقيقه عندي انا كارير نتاع مدرب باش يتيح ادجوان ما تتقبلهاش. الادجوان الكل اللي نعرفهم الكل يبداو كيما نقولوا صغار وطالعين ويحبوا في تور باش يكونوا هو مدرب الاول، فهمت؟ ما يتبقى كل واحد ورايو. ان شاء الله ما نوصلوش للشكايات، خاطر مهدي ولد المنتخب وتونسي مهما كان. ان شاء الله يلقى كارير مخير من هكا، وان شاء الله يرجعنا ونحن مستحقين المهدي النفطي. انا نشوف مهدي ما رفضش راهو انه يخدم مع فوزي بنزرتي. مهدي لم يرفض، فوزي البنزرتي هو اللي رفض مهدي النفطي، لانه القى
مهدي النفطي لا تجوا مصحيني له 3 سنين وهو المدرب الاول مصحيني له عامين وتسميته مدرب وطني كانت حتى مع المدربين السابقين. انت خويا مدرب اول يجيك المساعد نتاعك يمشي يكلم مساعد اخر باش يجيبه في الستاف تكنيك فما صفة هذه ما تجيش معناها صحيح ولا لا؟ مهدي النفطي حب يجيب مساعد اسباني كيفاش انت مساعد ومش تجيب مساعد معناها مش معقوله زاد سيري ذا هو ماتش مساعد هو موجود مدرب وطني مدرب وطني انا مش تصرف على انه مدرب وطني بل هي بدعه واسمحوا لي نعطي راي الفوضى الكل خلفها واصف جليل المكتب الجامعي اللي معاه وقت اللي صحوا العقود للزوز معناتها الان اللوم لا فوزي لا مهدي لا اسلام فما حاجه اخرى تو انت حكيت على انه بروبوزيو عليه مدرب المحليين حتى حسن محامي اي ولا وسامحني وحتى تونس الباري مش بتشارك لا باش تشارك ما باش نشارك حسب حسب بلغ مازال مش مؤكد 100% لكن يدوي باش تشارك فما حاجه تقول لي اللي كونه المنتخب باش ينسحب مش انا ذي ممكن ممكن أنا نحط روحي في بقعة مهدي النفطي يلزمني نتشرف باش نكون مساعد منتخب مش دق الباب حبر ما جيت تاخذ ليكيب ناسيونال سي با فاسيل إذا نرجعوا الكارير واسم فوزي البنزرتي والكارير نتاع مهدي النفطي فما فرق بعيد يحصل لي شرف باش نكون أجواء مع سي فوزي البنزرتي ونقدم الامكانيات نتاعي ونساعد فوزي البنزرتي ونساعد الكره التونسيه كاجوان باش يجي نهار عليه 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 هو قبل راه عليه قبل باش يكون مساعد انا قلت لك ما قبلش شويه لا قلت شوي شرف عليه عليه ما نعطيوش فرصه اللي جور كيما الركراكي في المغرب تفضل اي بيان سور مي لك تقول لي انت تقول لي شرف عليه نعطيو فرصه انت زادك تنجم تدرب ليكيب ناسيونال احكي لك تقول لي نعطيو فرصه هاو الركراكي خذ فرصه في المغرب مهدي النفطي ماهوش الركراكي خلينا نكمل جملتي خلينا نكمل وليد الركراكي هز تشامبيونز ليغ مع الوداد هز تتويجات مهدي النفطي ودايما تكون البر عنده فكر اخر يا سلام مهدي النفطي كدرب الوداد فشل مع الوداد سامحني انت الركراكي كنت تصور شو وصل دوبي فينال خلينا من الركراكي انت انت باش تدرب منتخب يا الركراكي يا الركراكي عندك نجاح خلينا نتكلم على فوزي البنزرتي نعطيو شو هذا الكراكي يا سي رضا بالله ما نحكيوش على نعطيو حق فوزي البنزرتي اي ما عسبي حتى حتى ما تلفتش بيه من فضلك يا عايش وما تلفتش بيه من فضلك قلت لك وما تلفتش احترم الناس لا 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 فوزي البنزرتي تمثلني بالركراكي لا لا نحكي لك الكل كيف كيف احنا توانسه فوزي البنزرتي افضل مدرب تونسي عبد المجيد شتاني توفيق بن عثمان كلهم مدربين توانسه ايه ما عادش بينا نعطيو شونس نعطيو شونس حتى 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 ما تلفتي لولدنا زادك ماهوش ولدنا ما ولدنا برا ولدنا كوارجي لا سامحني لا ولدنا كوارجي حتى مدرب ولدنا مش شايفين بيه ومن حقه ومن حقه ياخذ شونس ما دربش في تونس مش لازم يدرب في تونس اسبانيا تونس ما دربوش حتى مش هذا مش هذا الموضوع نتشرف باش نكون ادجوان تاع فوزي البنزرتي موضوع في السنوات الاخرى المنتخب ولا لكل من هب ويدب يجي صحيح. يجي, هاو يجي, هاو يجي هاو يعمل هاو. اسم خويا يدبر كونترا في الخليج برشا فلوس اترافير السيفي اللي عمله في المنتخب المنتخب خويا انا في رايي في اعتقادي لازمك نجاحات القاب تجروات باش توصل باش توصل للمنتخب الفرصه باش تاخوها ماهيش المنتخب خذها في الجمعيه باش نفكرك في حاجه والكلنا والاعلاميين ما بدك تقول جلال القادري ما دق دقوه جنب المنظر كبير يا عم توانسة شكون دق شكون دق بما فيهم انت عليه دق 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 دقتهم النتائج دق دقتهم البرستاسيون تاع ليكيب ناسيونال اه واحد خارج من التور تاع كوب دافريك تحب تقول دق دقتو انا وانت تضمن لي اسمه اللي باش يجي هذايا مهدي النفطي باش يهز كوب دافريك لا هكاك ما يضمن حد لحتى حد هو كلامك سلام صحيح باش تقول لك كلمه اليوم يخرج ترتيب الفيفا خرج كنا خرج مصر مصر تقدم 5 مرات حتى احنا قدمنا 5 مصر اللي كانت وراك برشا اللي كانت وراك برشا ولات مقدمه عليك بخمسه مرناش راهو احنا 6 جيب سي بوان مرناش احنا 36 مصر 31 احنا 36 الثالث عربيا والخامس افريقيا في التوب 5 باهي نمشيو للموسيقى بعد نكملوا الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم انت لكل عشاق الرياضة برنامج